مشاهدينا الكرام، لتسلية الضوء على ظاهرة الاعتداء على المدارس والمدرسين في ذي قار، والتي كان آخرها الاعتداء على مدرس في مدرسة ثانوية العزة المختلطة في قضاء قلعة سكر. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف المدرس المعتدى عليه الأستاذ سجاد عقيل. أستاذ سجاد، هل ممكن أن توضح للمشاهدين الاعتداء الذي جرى عليك من الطالب وكذلك الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء؟ السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم أجمعين. كل عام وأنتم بخير مقدما. وأنت بألف خير، حياك الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم. الاعتداء صار أنه أنا متعود من أدخل الدرس مع الرياضيات، أعطي مثال توضيح للطلبة قبل أدخل الموضوع الرئيسي، وراجع للموضوع أنه الطلاب حتى المعطاري المتاهن، أما طالب ما محضر فإجراء روتيني أو أدرس بين الإجارة انه يتقون باجراء اقل اجراء انه يسجلون اسمه حتى يقولون الولي امر انه ما يقرا. يعني من تحمل مسؤوليه هذا الاعتداء الذي جرى وكذلك الانفلات الامني والجراه اليوم التي نراها في مدارس كثيره في العراق على الاعتداء على المدرسين، على المدارس بشكل عام، الكوادر التدريسيه؟ استاذ، المسؤوليه اللي اولا تتحملها الدوله، لان ما صدرت لنا قانون يحمي المعلم، يعني المعلم لحد هسه بدون قانون. هاي وحده. ثاني شيء، القانون معلق تقريبا صار له بالاربع سنوات خمس سنوات بداخل البرلمان، اللي هو قانون حمايه المعلم. احنا نطالب قانون حمايه المعلم. انا مطلبي الرئيسي ومطلبي ما دام صارت القضيه راي عام، طالب يعني مطلب الرئيسي انه قانون حمايه المعلم. يعني ما الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في قضاء قلعة سكر بعد هذا الاعتداء أستاذ سجاد؟ الشرطة في ذي قار والقضاء الصراحة في ذي قار ما قصروا، يعني صح ما قصروا. الحق هسه هم الجنات هاربين، يعني مجموعة إرهابية، هم ذول باعتبارهم مجموعة إرهابية هاربة. بس احنا نتمنى إن شاء الله من وزير الداخلية نتمنى بعد زي يعني يكثفون الإجراءات. يعني الحق هسه هم هاربين، يا ريت مكافحة الإرهاب تدخل، يا ريت قوة تجينا، يعني حتى يقبضون عليهم، لان حتى كان حياتي معرضه للخطر. نعم. انه هذول الطلاب او يعني واحد طالب والثاني اخوه والثاني اكبر سنه عمره. نعم. الحدث انه حياتي انا معرضه للخطر على ساعه يقتلون الطلق. هل كان لمديريه تربيه محافظه ذي قار موقف رسمي قاطع ضد هذه الاعتداءات التي اصبحت اليوم ظاهره شبه يوميه تقريبا ضد المدارس والمعلمين والمدرسين ايضا في مدارس مختلفه؟ الصراحه مديريه التربيه ذي قار وتربيه ذي قار وتربيه قلعه سكر تحديدا هي العالم ما تغير، انه لان ما عندهم فد شيء، ما عندهم انه بس صدروا قرار ووقفوا جنبي سواء تصريحات او مظاهرات. بس احنا عتبنا مو على المديريه، عتبنا على وزاره التربيه. وزاره التربيه هي سبب انه السبب هذا جاي يصير. احنا الوزير الحسن ما صرح تصريح رسمي للوزير انه يدين هذا العمل ماكو. أستاذ سجاد، برأيك هل الأحداث التي تجري اليوم في العراق، المتغيرات الاجتماعية التي تحصل، العنف المستمر المنتشر اليوم في العراق ينعكس على الطالب ويؤدي إلى هكذا تجاوزات تحدث من طلبة؟ وهذه كما قلنا هذه ليست الحالة الأولى وربما أيضا لن تكون الأخيرة. أكيد يعني هاي الاعتداء الجاي يصير، وإذا سمعتوا بيها إنه برا الاعتداء ما في تقريبا بيوم أو أقل من اليوم صار اعتداء على مدرسة قريبة علينا، أمر موه بالرصاص والمدرسين أجوا يتعرض للقتل. يعني هاي الاعتداءات المكررة والله يا أستاذ حسرة، يعني واحد حسرة إنه حسرة يقول إنه مدرس وفي جاي يصير، والله العظيم يعني حسرة بقلبي. بس شو نسوي؟ إنا لله وإنا إليه. سؤالي الأخير لك أستاذ سجاد، برأيك ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع في سبيل حماية الكوادر التدريسية والحفاظ على حياتهم وكذلك على كرامتهم وعلى مركزهم ومكانتهم في المجتمع؟ ما سمعت استاذ، انا اسف اعتذر. ما هي الاجراءات التي يجب ان تتخذ ان كانت حكوميه او ان كانت قبليه على سبيل المثال او مجتمعيه في سبيل الحفاظ على وضع المعلم، الكوادر التدريسيه، الحفاظ على حياتهم وكرامتهم كذلك؟ لانه بالنهايه كما تفضلت هذا معلم او مدرس، يعني تخرج من تحت يده اجيال كثيره، منهم من يساهمون ببناء الوطن ومنهم كما هذه النماذج التي شاهدناها.
والله استاذ انه الاجراءات اللي اتخذوها انه البرلمان ورئاسة الوزراء وجميع شريف وشكو شريف بالمجتمع العراقي انه يلتقطون. اولا لازم نطالب بقانون حمايه المعلم، هاي اولا. ثانيا كون العشائر تكون، احنا نطالب العشائر، حتى الموضوع صار تقريبا انه اغلب شيء عشائري، انه نطالب العشائر، نطالب العشائر الوقوف مع الحق. الحق شنو الحق؟ انه لا يقفون مع الباطل، مع يعني مع اللي يحكي على المدرس المعين، على المعلم. المفروض انه هيج تصرفات ينفذوها. فقدنا الاتصال ويا الاستاذ سجاد، ولكننا ايضا وصلنا الى نهايه الحديث معه. استاذ سجاد عقيل هو مدرس معتدى عليه من قضاء قلعه سكر في محافظه ذي قار من قبل احد الطلبه. شكرا جزيلا.